أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بعد التعليقات السلبية من جمهور مسلسل طائر الرفراف حول أحداث المسلسل التي لا ترضيهم، وبعد حملات المقاطعة وانخفاض نسبة المشاهدة، وبين انتقاد شخصية بيلين وانفصال أفرا ومارت في الحقيقة الذي أثر على المسلسل، نشرت أفرا سريج أغلو هذه الصور اليوم لترضي الجمهور وتوضح أنه لا توجد مشاكل في التصوير، حيث نشرت صورها من الكواليس تقريبا مع جميع فريق العمل وجميع الممثلين، منهم حبيبها السابق مارت رمضان ديمير، والذي توجد أخبار أنهم عادوا لبعضهم البعض، وقامت أفرا بعمل تاج له على الصورة. حتى أن أفرا نشرت صورة للممثلة بوتشي بوسا كهرمان التي تقوم بدور بيلين في المسلسل، وقامت بعمل تاج لها لتوضح أن لا مشاكل بينهم، وعلقت أفرا على المنشور كاتبة: مع الحب الكبير لجميع جمهور مسلسل طائر الرفراف حول العالم. برأيكم هل هذا المنشور سيرضي جمهور طائر الرفراف؟ أم أنهم يريدون تغيير في الأحداث، خصوصا انفصال شخصية بيلين؟ وأنه لا توجد مشاكل بين فريد وسايران. ما رأيكم؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء.